حياتهم. في هذه الأثناء أحب أننا نتحدث أكثر عن هذا المركز الإعلامي بتفاصيله وبالخدمات المقدمة فيه مع ضيفنا الأستاذ طارق الشيخ، مساعد رئيس الفريق الإعلامي التنفيذي لقمة العشرين. أهلا وسهلا بك أستاذ طارق. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بروتانا. أهلا وسهلا بك. طبعا المركز الإعلامي الدولي الذي أقيم لهذه القمة، جميع من يدخل هنا وجميع من قدم إلى هذا المركز يجد التهيئ والتجهيز الكبير للإعلاميين. كلمنا عن كيفية التجهيز لهذا المركز وقد إيش أخذ منكم الوقت الكافي حتى تهيئوه لهذه الظروف الاستثنائية، خلينا نقول، التي تقام فيها قمة العشرين لهذا العام. ممتاز. طبعا الاستعدادات لانعقاد هذا المكان، المركز الإعلامي الدولي، بدأت من أوساكا، أو تم دراسة الحالة والاستفادة من التجارب الرائعة اللي كانت موجودة في أوساكا، وبدأ التعامل بها. كان استعداد طويل ولجان عمل وفرق عمل مختلفة من كل مناشط والوزارات المختلفة اللي لها علاقة بالتعامل مع الإعلاميين، إلى أن تم الإقرار بالتعامل مع المركز بحيث تكون القمة بشكل كامل بشكل افتراضي. هذا أوجد يعني فرصة للمملكة العربية السعودية لإظهار قدرتها وقيادتها للعالم في التعامل مع هذه الصعوبات. ولله الحمد مركز الجميع يفخر به. المركز لا يعني الافتراضي هو مرآة للمركز الواقعي اللي أنت الآن موجودة فيه. ويصبح الإعلامي الجي 20 في العادة بيحضرها آلاف الإعلاميين. آلاف هذولي اللي يستطيع أنه يحضر حضر وموجود الآن في قاعات المركز الإعلامي، من سواء من قنوات عالمية أو من وسائل إعلام محلية. نعم. اللي ما استطاع وسجل لكنه ما يستطيع يسافر للاحتياطات الصحية، يستطيع يدخل ويكون معانا جزء، بل ويسأل ويكون جزء من الحدث عبر المنصة الخاصة اللي احنا بنسميها المركز الإعلامي الافتراضي. قبل ما أدخل معك في تفاصيل الحديث عن المركز الإعلامي الافتراضي أو المصغر للقمة هذه، دعني أتحدث عن التحديات التي واجهتوها للتهيئة لهذه القمة، سواء من التباعد الاجتماعي، الحرازات الوقائية لجميع من يأتي إلى هذا المركز، وغيره من التحديات اللي وجدتم فيها صعوبة ولكن تحديتوهم وتخطيتوها أيضا. نعم. طبعا زي ما قلت لك، يعني كلمة سيدي خادم الحرمين الشريفين كانت واضحة. احنا امام يعني قمة بنفس مختلف، بطابع مختلف، بكل شيء مختلف. الأدلة والمانوالز اللي موجودة كلها تم إعادتها من جديد بلمسة سعودية، لأنه في عندنا التواجد والتباعد الاجتماعي والصحي، هذه كلها بتحدد حتى أعداد الإعلاميين المسموح يكونوا موجودين داخل المركز الإعلامي. أيضا تواجد الوكالات الإعلامية الدولية جدا مهم لنقل هذا الحدث إلى العالمية. ما هي التسهيلات وتجهيزات التي وفرتوها لهذه الوكالات العالمية؟ ممتاز. احنا طبعا تجاوبا مع تقليص الأعداد شجعنا الكثير من الإعلاميين اللي كانوا متواجدين واضطروا يسافروا عشان يكونوا موجودين في المملكة العربية السعودية، انه يجوا بدون حتى معدات. يعني اللي الفرق اللي تستطيع انها تستخدم المعدات المحلية، زي ما انت شايفة في مجموعة كبيرة من الاستديوهات ومنصات التسجيل والكاميرا مانز والإكويبمنت كلها بتقدم من المملكة العربية السعودية تسهيلا للإعلاميين ليوصلوا صوتهم الى منصاتهم المختلفة. محطات بث بتقدم التسهيلات بشكل مجاني لضيوف المملكة العربية السعودية من الإعلاميين. نعم. من الوكالات المختلفة. نعم. هذا الخدمات اللي وفرتوها، خدمة الألياف وتوفير الأقمار الصناعية، التوزيع الرقمي للبث، هذه كلها كانت مجانية. نعم. 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 احنا يعني
في المراكز الإعلامية في العالم في الجي 20 في العادة هذه قد تتحول إلى يعني يكون فيها رسوم، لكن قررت المملكة العربية السعودية أنه يكون هذه الخدمات تقدم تسهيلا للإعلاميين، أنه تكون هذه الخدمات متاحة لهم مجانا بدون أي مقابل. كمان من الضروري أنك تكلمنا عن البروتوكولات الأمنية المطبقة في المركز الإعلامي طبعا لحماية الإعلاميين وتوفير الأمن لهم، وأيضا لحماية جميع الحضور لأنه بيكون في إعلاميين حاضرين من جميع أنحاء العالم. صحيح، بس يعني الحمد لله احنا في المملكة العربية السعودية ولله الحمد بلد الأمن والأمان. يعني ما أستطيع أقول لك أنه يعني في شيء مرة يعني مختلف. الطابع الأمني طابع محدود، الفندق مفتوح اللي احنا فيه، يعني أي شخص عنده حجز في الفندق اللي احنا موجودين فيه أو في المراكز المجاورة أو حتى المكاتب اللي مجاورة كلهم مداومين، يعني ما تم إغلاق أي منصة أو منطقة بحيث أنه يعني لعمل احترازات أمنية إضافية. بالعكس، الحياة زي ما هي، المطعم اللي موجود في نفس المقر موجود ومفتوح للناس. هذه ولله الحمد المملكة العربية السعودية بلد الأمن والأمان. بالفعل. طيب على السريع أستاذ طارق، الموقع المصغر للقمة المخصص للتواصل ولأنشطة وسائل الإعلام للإعلاميين الذين لم يتمكنوا من السفر إلى الرياض، كلمنا عن هذا المركز. ممتاز. المركز الإعلامي الافتراضي، احنا بكل بساطة درسنا إيش الأشياء اللي مفروض تكون موجودة في المركز الطبيعي، إيش يحتاج الإعلامي، الصور، البريفينجز، الملخصات، حتى الأسئلة. يعني يستطيع أي إعلامي أن يطرح سؤاله مباشرة على في المؤتمر الصحفي اللي بعد شوية حيكون، سواء كان بالفويس ولا بالشات أو وما إلى آخره. فالتواصل موجود، إحنا حريصين أن تكون المركز الإعلامي الافتراضي هو مرآة للمركز الإعلامي الطبيعي اللي أنت شفتيه بأقسامها، بالإضافة إلى أنه في عبر المنصة نفسها بنعرف عن المملكة العربية السعودية وبنسلط الضوء على النجاحات المختلفة اللي في المملكة العربية السعودية. بالفعل قمة ناجحة على جميع المعايير وعلى جميع المقاييس، وخصوصا أن هذا المركز الإعلامي الدولي اللي نفتخر فيه نحن كإعلاميين سعوديين بالتواجد فيه وأيضا بوجود جميع الإعلاميين من جميع أنحاء العالم. شكرا لك أستاذ طارق. شكرا لكم. شكرا روتانا. شكرا لك. طبعا مفرح الآن دقائق وتفصلنا عن الكلمة الختامية لقادة قمة العشرين الذي ينتظرها جميع الناس وجميع العالم. اليوم العالم، أنظار العالم متجهة إلى الرياض في انتظار هذه اللحظة والتي سنوافيكم بأحداثها وبكل تفاصيلها لحظة بلحظة. إليك مفرح. شكرا.